مساء الخير عليكم. قبل ما نبدأ في التغطية، عرفتوا المعرض طبعا أكيد، بعلمكم قصة أم عبد الله. أم عبد الله طبعا استأذناها قبل نصور، قلنا لها نجيب قصتك في السناب شات، قالت أوكي ما في مشكلة. أم عبد الله سلمكم الله، قالت لأبو عبد الله تبغى تتعلم السواقة. بعد أسبوع قالت خلاص أنا بطلت أسوق. ليش يا أم عبد الله؟ بعد ما تحرينا وكل شيء يحلي للطير، بعد ما تحرينا من الموضوع سلمكم الله، طلع أبو عبد الله علمها على سيارة يوكن طبيعي، شافت ضخمة السيارة مدرعة وما حتزبط إياها. فقلنا اليوم خلينا نتكلم شوية عن السيارات الصغيرة اللي تتناسب مع أي واحدة توها تسوق أو تفكر تاخذ إليها سيارة، ما بتبدأ بسيارة كبيرة، تاخذ سيارة على قولتنا مشك نمر. هاي أم عبد الله، ونبدأ الآن تغطيتنا مع أصغر سيارة موجودة في المعرض. هذه السيارة شفروليه سبارك موديل 2019، والسعر حقها لطيف بعد 30,975. سيارة صغيرة اقتصادية، خلينا أصورها إليك من الداخل. يا سلام، شايفيك الله، يا سلام، سيارة حلوة ونيقة والوانها حلوة واقتصادية، وانت يعرفك بعد يا ام عبد الله راح تسوق، فالاسواق عاده تكون زحمه وين تلقي لك موقف، فانا اشوف سياره حلوه. وبعدين مجرد ما عبود يسوي شيء ايدك توصل لورا ما شاء الله. وهذه السياره من الخلف، يا سلام حلوه والله، واسعه، سياره زي ما قلت لك مره اقتصاديه. اللتر الواحد البنزين يمشيك 19 كيلو، يا سلام. وهذه السيارة الثانية متسوبيشي أدراج، طبعا متسوبيشي سيارة يابانية، إن شاء الله حلوة والله. كم سعرها؟ خلينا نشوف سعرها. سعرها 29,375. سيارة اقتصادية وهم السعر حقها اقتصادي، ولتر البنزين الواحد يمشيك 22 كيلو. خلينا نشوفها من الداخل، يا سلام والله بعد حلوة بعد، يا سلام. هذه طبعا اكبر من السياره السابقه، يا سلام. ها كفايه ولا تبغي بعد خيارات زياده يا ام عبد الله؟ يلا نعطيك خيارات زياده. هذه السياره الشانجان الفي 7، شوفي كيف، طبعا هذه مواصفات وحركات. هذه السياره فول اوبشن، سعرها 36,000 بس، يا سلام. شوف تقسيمها كيف، جنوط وحركات وحساسات وتفتح بصمة، الله، يا سلام. والتشغيل بعد بالبصمة، سيارة حلوة صراحة. وسعرها 36,000، صراحة السعر مغري. بالإضافة طبعا إلى خدمة راحة البال، خدمة المساعدة على الطريق، أي مكان تتعطلي داخل أو خارج المملكة في دول الخليج تتصل عليهم وجوك. يا سلام، إيش اللون الحلو هذا؟ هذه السيارة كمان إبداع، الله على الحركات. هذه شانجان إيدو، خلينا نشوفها نتعرف على سعرها، يا سلام. سعرها كم؟ والله بعد سعرها حلو، 37,775. اللون بناتي صراحة، أبدعتي يا شانجان. من الداخل المقاعد جلد، حركات، تفصيلة حلوة للطبلون، يا سلام. مقاعد الخلفية واسعة السيارة. وهذه تغطيتنا حق السيارات الصغيرة، إن شاء الله عجبتكم. وطبعا عروض شانجان مستمرة في معرض ألماس C75 حتى نفاد الكمية، وباقي السيارات كلها عليها خصومات وأسعار خيالية. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل حقهم، اعملوا لها كابتشر تواصلوا إياهم، زوروا المعرض راح تشوفوا الأشياء اللي تسركم.